بوجه الصليبيين والمغول والعثمانيين، وبوجه القصف الفرنسي، بوجه الزلازل والكوارث يلي حلت بالمنطقة، وقفت قلعة دمشق بشموخها وصمودها لتشهد على تاريخ أقدم عاصمة مأهولة بالعالم. وتعتبر قلعة دمشق قلعة فريدة بين قلع سوريا، لأنها القلعة الوحيدة يلي ما انبنت على مرتفع، وانبنت مطلة على سهول الغوطة بسنة 1078 ميلادي أيام السلاجقة، وانبنت من حجار سور دمشق لأنه وقت صدر الأمر ببنائها كان جزء من السور مهدم، فاستفادوا من حجار السور لبناء القلعة. وبعدين كانت هالقلعة مقر أساسي للأيوبيين، ومنهم القائد صلاح الدين الأيوبي يلي دخلها بعد طرد الصليبيين منها واعتمدها مقر لحكمه، وعاش ومات فيها سنة 1193 ميلادي، واندفن فيها قبل ما ينتقل قبره لمكانه الحالي جنوب غرب القلعة. قاومت القلعة هجوم المغول، وعلى راسهم هولاكو سنة 1260 ميلادي، وكان إلها دور مهم بالدفاع عن مدينة دمشق، بس سقطت قدام عنف ضربات المنجنيق، ودخلوها المغوليين ونهبوها وهدموا أجزاء منها وأعدموا واليها، وضلوا فيها لوقت انهزموا على إيد الملك الظاهر بيبرس وقائد المملوكي قطز. أما وقت إجوا العثمانيين سنة 1516 ميلادي اعتمدوها ثكنة عسكرية، وكانت المقر الوحيد للحامية العسكرية. وكمان تعرضت القلعة للقصف أيام الاحتلال الفرنسي سنة 1945 ميلادي، وتهدم جزء منها، وظلت مهدمة لبعد الاستقلال يلي إجا سنة 1946. أما أهم ما بيميز قلعة دمشق فإنها كانت أيام العثمانيين والفرنسيين سجن للثوار، وظلت حتى لبعد الاستقلال من الاحتلال الفرنسي سجن، وكان معروف بسجن القلعة لحتى تم بناء السجن المركزي بمدينة عدرا بضواحي دمشق. منحكي شوية عن بناء قلعة دمشق وأقسامها. بتاخد القلعة شكل مستطيل، وهي مثل ما قلتلكن على مستوى الأرض، وبتغطي مساحة 33,176 متر مربع، وبتنفتح منها أربع بوابات رئيسية. أول باب هو الباب الشمالي أو باب الحديد، وكان يستخدم للأمور العسكرية. تاني باب هو الباب الشرقي أو باب المدينة يلي كان مفتوح على المنطقة المحيطة بالقلعة. تالت باب هو باب السر الغربي يلي كان يستعمله حاكم القلعة ويطلع ويفوت منه بالسر، وهو حاليا مفتوح على حي السنجقدار. وفي باب السر الجنوبي الموجود حاليا مقابل دار السعادة. وهيك مرت قلعة دمشق بمراحل كتيرة، وشغلت مكانها عبر التاريخ كمقر حكم وسكن والي وثكنة عسكرية وسجن. وإذا عندكم معلومات تانية عن قلعة دمشق ما حكيناها لا تنسوا تشاركونا ياها.